بفوت اضطراري على شاشة الام تي في عم بتابعوه خلال شهر رمضان المبارك بحلقات فعلا عم تاخد كتير من الاستحسان عند الجمهور، عم تاخد كتير من الأخذ والرد كمان، بما أنه الضحايا الفنانين عم يمضوا وقت صعب قبل ما يكتشفوا أنهم ضحية مقلب. خلينا نشوف أجواء ليلة مبارح. شو قلعتوا؟ ما قلنا لكم ننطر باللانج ونرجع نجي. هيا بقى هيا بقى هيا بقى هيا بقى هيا بقى هيا بقى. كنا ما قلعنا بس كنا ما قلعنا ما فهمت. احنا بالجو اصلا ما عم صدق. يا شكله قلي شو هيدا؟ يا يسوع بس خلص طلع عليكي بيروت شو حلو. من جميع الركاب ما حدا يقوم بمحله وما حدا يفك السيت بيلت، اوعى حدا يفك السيت بيلت. الطقس كثير عاطي. ولك اي طقس عاطي؟ يلا عم نشنكي هيدا اللي قال لي اياه الكابتن. طقس عاطي خلينا نرجع. بعنا كثير قرب من بيروت نرجع هلا ما عندنا مشكل ابدا. يا عمي الله طب يرجع يكوع ويرجع. ما كانت عارفة طاروا ولا ما طاروا، صاروا بالجو ولا ما صاروا بالجو، بس رجعت مرقت عليها الخبرية. إذا نشوف بحلقة اليوم شو رح تكون الأجواء من هبوط اضطراري. أما الساعة 7:15 عم تكونوا كل يوم ببداية سهرة مع الغربال، هالدراما السورية اللي عم بتابعوا أحداثها، دراما سورية مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية، وأكيد عم نتابع كل الأحداث مع أبو عرب وأبو جابر وهالطرفين يلي يعني عم يكون فيهم كتير شد حبال بالجزء الثاني من الغربال. خلينا نشوف أجواء الحلقة امبارح. الله يسلمك. إيه؟ شو الأخبار؟ والله يا صفوان أفندي كل الخلايا عم تحكي بروستك وكيف إنك رجعت الهيبة للسلطات العليا. هيك لك يعني بلشت الإجراءات الجديدة تعطي نتيجة. شلون لك؟ بس نحن لهلا ما دخلنا على الشاغور، مشان هيك بعثت وراك لشوفك. هو أنا رجال عندي بالحارة جابوا لي كام اسم ولسه الخير لقدام. يعطيني هالاسماء وانا بعرف كيف اتصرف معهم. المهم كاني سمعت من وجدي انه امبارح حارقي لك محلك. اي والله يا سيدنا اي والله. وما بتعرف مين عمل هالعمله؟ يعني خايف يكون ساوى معي هذا الشيء لاني انا عم اتعامل معكم وعم اخدم هذا البلد. بس انت قل لي بمين بتشك وتراك الباقي علينا. الله يديم عزك يا سيدنا، يعني انا لولاك ما بعرف شو كنت رح اساوي. برهان ابن عمي يا برهان وينه هذا؟ لا هون ولا بسو. معناها اكيد رايح ورا الحرمه ولهلا ما رجع. بس يا ترى ليش هيك تزرزعت الخانم من هالشي؟ ليش ولي؟ هلا خليني اروح اخبرها قبل ما توقع الفاس بالراس. شو هالديباجه اللي طالع فيها زينب؟ لك شو هالديباجه هي؟ معقول صار بده يتجوز علي؟ لك معقول؟ أخذ عليك صبحية؟ شبكي؟ شبكي ما عم تردي؟ شو؟ أخذ عنك؟
لا تبكيني ما في داعي. من الصبح صفنانة وشاردة وما عم تضحكي، شو القصة؟ ما في شيء، لو في شيء كنت حكيت لك بدي خبي عنك الكرباب. برامج شهر رمضان مبارك شرفت على نهايتها، اكيد عم تتابعوا هالحلقات اخر حلقات من المسلسلات يلي عم تشوفوها على شاشه الام تي في كنتوا طيله هالشهر الفضيل. 24 قيراط بعد الاخبار كمان مسلسل يعني فعلا اخذ ضجه كثير كبيره، وهالقصه يلي بتتعقد يوم عن يوم، واول ما نفكر انه بلشت بلكي تخلص القصه بترجع تطلع عقد جديد. تنشوف اليوم شو رح تكون العقده، بس احداث حلقه امبارح شو كانت؟ وليش استاذ يوسف معك؟ قصدك ادم؟ قصدي استاذ يوسف. ليش معك؟ ايمتى بدك تبلشي تعرضي المسرحيه؟ هيدي غير مسرحيه. غير مسرحيه؟ هيدي مسرحية للكبار وبعدنا عم بكتبها. أنا عم بحكي عن المسرحية هديك اللي إلي دور فيها. وطل إلك دور فيها، خلص دورك وعطيته لحدا تاني. لمين؟ لألدو. هاي أهلين ألدو. لا ألدو. نعم. أنت جاي على بالك تأكل قتلة مرة تانية؟ لا بس ما هي دايما بتسائب انه بنجي مع بعض يعني. هي ضحكة ميرا انقذتك الحياة. انا وفايت لهون شميت ريحة فلافل كتير حلوة الريحة، عبالي اكل ساندويتش فلافل، شو رأيك قلده؟ لا والله تقيل على المعدة الفلافل. لا انه منيح الفلافل، هلا بس تشم الريحة دغري بتجوع. يلا. فلافل. اصلا مش طيبة. بدي ارجع لعندك كم يوم، عندك مانع؟ ايه عندي مانع. انا افتكرتك رح تفرحي. يوسف اذا بتريد، ما بقى بدي وجع راس من وراك. ليش في شي جديد؟ وسام شو مشكلته معك؟ شو بقولي شو هي؟ الاول طلب يتجوزني وقال لي انه هو مغروم فيي، وبصراحه ما بعرف اي ساعه انغرم، وبعدين طلب مني عامله مثل ما بعاملك. نساء ولما اعتذرت انه ما بدي اتجوزه، صار يلحقني من مطرح لمطرح وصار يهددني. يعني أكيد المشاهد ما عارف إذا بيتعاطف مع ميرا ولا بده يتعاطف مع هايا، ولكن كمان ناطرين تنكشف حقيقة وسام بأحداث حلقة جديدة من 24 قيراط. أكيد رح نرجع نشوف نحن وياكم تفاصيلها بعد شوي. هلأ رح ننتقل لعند فادي وائلي بتكنولوجيا.